فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن في محل تجاري لبيع الملابس، أحيانا يأتينا الزبون وينسى في المحل بعض الأشياء وتبقى سنة في محلنا ولا يأتي لها صاحبها، هل تصبح لصاحب المحل بعد ذلك أم نأخذها إلى صندوق الجمعية الخيرية؟ نعم، إذا دفعتها للجمعية الخيرية طيب، وإن أعطيتها أحدا محتاجا على نية أن الأجر لصاحبه فلا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.